ميمي اخذ انذار لين صعد على الجمهور. خلينا نشوف سبب الانذار. البارحه وعدناه انا والولد كنا يمه بالفندق وعدناه قلنا له تسجل اثنين، هسه سجل واحد ومنتظرين بعد واحد ان شاء الله. طيب بعد الهدف مباشره انت كان جالس نفس المكان هني، كنت متوقع ان ميم الان بيسجل؟ سجل ان شاء الله يسجل بعد واحد، مراهنين عليه يسجل بعد واحد ان شاء الله نفوز. انت متى جاي من العراق؟ صار الاسبوع تقريبا جاي خصيصا عشان متابعة منتخب العراق وخصيصا عشان تساند ميمي. أكيد أكيد، لا العراق أفضل، العراق إن شاء الله فايزين ورايحين على النهائي. تدري هذا بعد الهدف ركضة ميمي ووصوله لهني للمدرج، هذه قصة بحد ذاتها، الكل استغرب يتساءل منو هذا الشخص اللي راح لميمي دايركت، كان يأشر عليه مش الجمهور. أخوان أخوك كبير، البارحة رحنا له قلت لك للفندق ووعدناه قلنا له سجل اثنين، هسه سجل واحد وإن شاء الله بعد واحد. إن شاء الله. طيب ليش غيرت مكانك؟ كنت قريب من الجول، تعبنا واحنا ندور عليك. قلت خاف يسجل الثاني ويجينا وينطرد، خاف ما يلعب فصعدت فوق. الحين بعد ما يسجل ميم الثاني، شو الخطة بالنسبة لكم انت؟ ما انزل، لا ما انزل، مو خذ انذار ومن وراي. لا لا ما انزل بعد اصعد فوق، احتفل هنا. شعبنا